أصدقائنا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الاختراعات المذهلة والتي سوف تعجبكم. مارك 3 ليس كذلك، ليست مجرد نموذج لبدلة الرجل الحديدي، فهي أيضا مضخة مصممة لرجال الإطفاء، مثالية للعمل في الغابات. فهي تحتوي على محرك بقوة 10.7 حصان ومصممة لمكافحة الحرائق في الغابات. تشمل المواصفات القياسية لتوفير حوالي 26 باراً وضخ ب 369 لتراً في الدقيقة مقارنة بالإصدارات القديمة. هناك العديد من أنظمة الإنقاذ للمباني، لكن جميعها لا تلبي احتياجات المرضى طريح الفراش. هذا الاختراع الذي أمامكم عالج المشكلة من خلال إنشاء نظام مصمم لاستيعاب الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو على الكراسي المتحركة. فهو يضمن حماية موثوقة من الدخان والحرائق حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي. هذا النظام الوحيد الذي يتمتع بمثل هذه المزايا، بالإضافة إلى ذلك يستغرق إعداده للاستخدام حوالي 4 دقائق فقط. بالإضافة إلى الإخلاء، فهو سهل الاستخدام لنقل رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء. هذا النظام لا يشبه الكوب الكبير، يخدم غرض صب خط تجريبي للكابلات. هذه تستعمل لعملية الإنقاذ. هذه الأشياء يا أصدقائي رائعة جدا. هذا المقذوف يصل إلى 300 متر بكل سهولة. يطلق عليها الإغاثة الفورية، اسم مودادو تاينيك، بشكل هزلي حيث يتم فتحها في دقيقتين، تشبه كعكة الوفل. فهي بمساحة 30 مترا مربعا وقادرة على إبقاء العشرات ثابتين. لا يعد فوزا في ضوء مسابقة تصميم الجوائز أمرا مفاجئا، لا يعد فوزا كونها فازت في مسابقة التصميم، فهذه تناسب طوف نجاة أكثر تواضعاً بشكل مثالي. أثناء الحرائق وحالة الذعر الجانبية، تم تصميم الانزلاق الآمن، حيث تم تصميم هذه الشرائح لتنشيطها في 6 ثوان. تمكن من الإخلاء حوالي 30 شخصا في الدقيقة، بينما يقتصر الأمر على الطابق الرابع. يمكن تثبيت هذه الشرائح تحت أي نافذة، ويمكن الوصول إليها لتلبية العودة الآمنة. عندما يختفي عشاق الهواء الطلق في الغابة أو الجبال، حيث يقوم فريق إنقاذ باستخدام ريكو الذي يتم تحميله على طائرة هليكوبتر، مما يسمح لهم بمسح 6 كيلومترات مربعة في دقائق فقط. هذا النظام لديه عاكسات خاصة على الملابس، تستعمله أكثر من 200 شركة مصنعة، بما في ذلك نورث فيس وهيلي هاسن. هذه أنظمة حماية عند البناء في الفلبين،
خاصة على طول الطرق المحلية المعرضة للانهيار الأرضية، اتخاذ الطريق لمعالجة الحظر على سبيل المثال. إنه أمر بالغ الأهمية للخدمات اللوجستيكية. نظام حماية ديناميكي لا يتعامل مع الصخور فحسب، بل أيضاً له القدرة على تحسين كثافة التربة والنمو للنباتات. ثم هناك نظام البحث المثير للإعجاب بنفس القدر، فهو يستخدم الرادار للكشف عن نبضات قلب الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض. حتى أن خبراء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا انضموا إلى تطويره. يمكن لهذا النظام تحديد موقع الشخص أقل من 6 أمتار من الخرسانة. هذا الشيء يأخذ شكل قارب وهو قابل للنفخ، لكنه في الواقع طوق نجاة متعدد الاستخدامات مناسب لعملية الجليد، وتسمى لوحة من طرف الإنقاذ. تسرع عملية الإنقاذ إلى 6 أضعاف، حيث تنتفخ الطوافة في 30 ثانية فقط وتتحرك بسهولة عبر كل شيء مائي، ووزنها لا يتجاوز 22 كيلوغراما فقط. يواجه أكثر من 300 مليون طالب في جميع أنحاء العالم خطر الزلازل يومياً، نظراً لأن مدارسهم لا يمكنها تحمل الصدمات الزلزالية. فلماذا لا نفكر في الفصول الدراسية التي تحتوي على مكاتب أكثر تباثاً مثل هذه التي تبدو وكأنها عادية؟ لكن يمكنها تحمل أكثر كتلة وزناً. يمكنها تحمل أكثر من 1 طن من الخرسانة المسلحة. هي شبيهة بالمكاتب العادية، لكنها ليست لذلك. يمكن لطالبين فقط تحريكها، بالإضافة إلى أن الأرجل مصممة بسهولة لتنظيف الأرضية أسفل منها. لماذا لا نتمسك بأكياس الرمل للحماية من الفيضانات عندما يكون هناك حاجزاً أنبوبي؟ هذا ما يعتقده مبتكر هذا المنتج، أن النظام يتفوق على الأكياس من الناحية العملية. ضع في اعتبارك أن فريقاً من 4 أشخاص يمكنهم إنشاء حاجز بطول 100 متر في ساعة واحدة فقط، وفي مرتفعات تصل إلى 40 أو 70. في عام 2005 تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق هائل للصخور والطين إلى تسبب نهر التبغ في سويسرا في إتلاف العديد من طرق المباني وحتى السكك الحديدية. لمنع حدوث شيء مماثل، أنشأ المختصون نظام حماية مشترك يضم حواجز شبكية جغرافية. يمكن أن تحتوي 3 قطع فقط على ما يصل من 12,000 متر مكعب من الصخور. يغطي الطول الإجمالي لخط الحماية 52 متراً. للبقاء على قيد الحياة في الثلج، يدعي أنه يتمتع بقدرة البقاء على قيد الحياة لمدة 90 دقيقة. لا يضمن المبدعون ذلك فقط توصيل الأكسجين، لكن أيضاً معالجة بطارية إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد. هي مصممة خصيصاً لدرجة حرارة منخفضة تصل إلى ناقص 30 درجة، وصغيرة الحجم، ويمكن وضعها بسهولة في حقيبة ظهر سعتها 40 لتراً.
أصدقائنا، نترككم مع بقية الفيديو ونقول لكم فرجة ممتعة.